السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار زخات الأمطار الرعدية جنوب غرب المملكة، طقس صيفي اعتيادي ودرجات حرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال الأيام القادمة وخلال عطلة نهاية الأسبوع. صور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم تظهر انتشار لكميات من الغيوم العالية في المنطقة الجنوبية الغربية، بينما خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم الخفيفة والمتفرقة بدون فعالية في وسط وشرق المملكة. ننتقل وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الخميس إلى يوم الأحد، ولاحظ استمرار لهطول زخات الأمطار الرعدية بشكل يومي. هي عبارة عن أمطار موسمية لمثل هذا الوقت من العام في المرتفعات الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان وعسير، وأيضا بعض المرتفعات الغربية من منطقة نجران، وأيضا أجزاء متفرقة من منطقة البحر. تستمر هذه الأمطار طيلة عطلة نهاية الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم بإذن الله. ننتقل وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الخميس إلى يوم الأحد. نلاحظ استقرار على درجات الحرارة، لا تغيير على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس صيفي اعتيادي في عموم المناطق، حار في أغلب المناطق خاصة في المنطقة الشرقية والوسطى، بينما تكون الأجواء أكثر اعتدالا في المرتفعات الجنوبية الغربية خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تنخفض قليلا درجات الحرارة خاصة في المرتفعات الشمالية، تحديدا مرتفعات تبوك، حيث يسود طقس لطيف هناك. ننتقل الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع 30 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، تستقر درجات الحرارة حول 41 درجة مئوية كحرارة عظمى مع طقس صافي، بينما الصغرى تستقر حول 28 درجة مئوية أيضا مع تفرق لبعض الغيوم العالية. في نهاية نشرتنا نترككم مع بعض المشاهد للحظة اجتياح إعصار لورا لسواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، ويذكر أن الإعصار لورا يعتبر الأكثر قوة في خليج المكسيك منذ إعصار كاترينا 2005. بهذا الفيديو ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.